وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية. بعد التحية سيد نبيل، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة التي أقدمت عليها إيران بتسليم مقر السفارة اليمنية للميليشيات الحوثية في طهران؟ بداية خالص التحية لكم وللسادة المشاهدين. ثانيا، في اعتقادنا أن إيران قررت أن تتعامل بوجه مكشوف وبطريقة واضح، أنها الآن تعلن نفسها كراعية للإرهاب ولعدم الاستقرار والأمان في المنطقة العربية. أصبحت تعلن بشكل واضح أنها عدوة المنطقة وأنها راعية كل هذا الإرهاب وكل ما يحدث على الأرض في المنطقة العربية بشكل عام. طيب سيد نبيل، يعني أيضا إذا ما تحدثنا عن عودة الحكومة الشرعية لمزاولة عملها في عدن في ظل تحديات كثيرة في الوضع في اليمن، يعني كيف تنظرون إلى دلالات هذا الأمر وهذه العودة، وكيف ستتعامل الحكومة مع هذه التحديات؟ الحكومة منذ الوهلة الأولى ومنذ أن بدأت في 26 مارس 2015 وهي تعلن أنها ستعمل من كل مكان وستعمل بكل جهد من أجل استعادة الدولة والعمل من أجل إظهار الحكومة اليمنية أنها قادرة ومتمكنة من زمام الأمور في المناطق التي تستعيدها ما بعد عاصفة الحزم. اليوم عودة الحكومة اليمنية إلى عدن يوضح ثلاث نقاط أساسية. أولا، أننا استطعنا نزع بديل أزمة داخلية في معسكر الشرعية وإنهاء ذلك التمرد الذي حدث في عدن. ثانيا، أننا نعيد ترتيب البيت الداخلي بشكل قوي جدا. ثالثا، نسير وفق اتفاق الرياض من أجل إنفاذ ثلاث نقاط أساسية وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية في إطار استعادة الدولة وعودة الشرعية إلى اليمن وتطبيع الوضع في كافة المناطق. الآن عودة الحكومة الشرعية هي أكبر رسالة إلى ميليشيا إيران في صنعاء، إلى أننا قادمون ونستطيع أن نحقق استعادة الدولة سواء سلما أو بالعمل العسكري. والآن الرسالة والعملية كلها في ملعب الحوثيين وملعب إيران، أنهم لن يستطيعوا أن يصمدوا أمام الشعب اليمني الذي سيسعى من أجل السلام أولا أو استعادة الدولة بكافة السبل الممكنة. طيب فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في اليمن سيد نبيل، ما هي المجهودات التي تقومون بها في هذا الإطار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وما هي رسالتكم للعالم من أجل التخفيف على الشعب اليمني من ويلات هذه الحرب التي تقوم بها الميليشيات؟ حرصنا في كافة الفترات الماضية وعلى رأسها هذا العام على تقديم صورة متكاملة عبر رصد دقيق لكافة الانتهاكات التي تتم على الأرض بكثير من الشفافية والوضوح، بما فيها انتهاكات تتم على أيدي يعني مقاومة شعبية تابعة للحكومة. لكننا كنا واضحين في كل ما يخص ملف حقوق الإنسان أن نقدم رسالتنا بالكامل، أننا لا نقبل بأي انتهاكات سواء تتم على أيدي الحوثيين وما أكثرها، وهي الآن موثقة بشكل يجعل كثير من قيادات الحوثيين تحت طائلة القانون الدولي، بالإضافة إلى أننا نسعى إلى تقديم صورة للحالة الإنسانية بشكل متكامل إلى العالم أجمع. وأعتقد أننا لو عدنا فقط إلى يعني ما تم في الشهور الماضية سنجد أن اليمن قدمت ما يسمى بالتقرير الدوري الشامل اليو بي آر الذي أوضح الحالة الحقوقية في اليمن، وكان أن جميع الدول مجلس حقوق الإنسان في جنيف قبلت التقرير بأكمله ولم يكن هناك أي انتقادات وجهت لليمن في هذا التقرير. ثانيا، استطعنا في بداية هذا العام انتزاع 2,600,000,000 دولار لدعم الحالة الإنسانية في اليمن، وهذا ما يؤكد أننا نستطيع أن نقدم رسالتنا بشكل واضح ونعمل من أجل
تخفيف المعاناة عن شعبنا اليمني. نعم، السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، شكرا جزيلا لك.